مرحبا بكم مجددا اذا مشاهدينا الاكارم في مطبخ صباحكم اجمل بوصفه متميزه مع شيف هنا العتيبي. مكونات كثيره جدا بين في هذه الوصفه. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك. اهلا وسهلا فيك في المطبخ، زمان عنك. وصباح الخير على سونيا. صباح الخير على المشاهدين، نهار سعيد على الجميع. اليوم وصفه من المطبخ الاسيوي، رح نعمل دجاج بالصوص الحار او بالتشيلي صوص. اللي بيميز المطبخ الاسيوي انه فيه خضار، والخضار فيه ما بيسوى لدرجة يعني الولدان، لحتى هيك بكون فيه قيمة غذائية أعلى دائما من الخضار اللي بيسويه على الآخر. زي إحنا بالمطبخ بدنا نقول العربي أو الشرق آسيوي، عادة نخلي الخضار تستوي لدرجة النضج اللي هي الولدان على الآخر. فلحتى هيك بفضله بناحية القيمة الغذائية. جميل. شايف فليفلة أو بيبر؟ بيبر الملون، يعني فيتامين سي. اليوم معنا أكوام أكوام. اليوم جدا غني بالفيتامينات. اول شيء رح نعمل زي ما قلنا الدجاج، عندي صدور دجاج مقطعه، ممكن نستعمل الدجاج الكامل سواء الافخاذ او الصدر او الصدر، بنخليه من العظم. الخضار عندي حتكون البيبر الملون، عندي احمر اخضر واصفر اورنج. الجزر عندنا تقريبا سلقناه، بدنا نقول يعني 3 ارباع سوا، حلو ضل فيه شوي قرشه. عندي ذرة معلبة استعملت بالإضافة للبصل، كله قطعناه قطع كبيرة بنفس الحجم تقريبا. محتاجين كمان لزنجبيل طازج، مش متوفر رح نستعمل الباودر. محتاجين لثوم، تقريبا 3 فصوص ثوم رح نستعمل نقول للإدام أو للطبيخ للطبخة اليوم. رح نتبل صدور الدجاج بمعلقتين طحين، البهارات حتكون زنجبيل باودر، بابريكا، ثوم باودر، وبصل باودر، بالإضافة للملح والفلفل الأسود. عندي خل، اليوم استعملت خل الأرز، بما أننا بالمطبخ الآسيوي نحاول نستعمل كل المكونات اللي هي الآسيوية، مش متوفر رح نستعمل الخل العادي سواء خل تفاح أو الخل الأبيض. زيت نباتي أكيد. رح نجهز الصوص اللي رح نطبخ فيه الخضار، حتكون عبارة عن مي فيها تقريبا كوب ونص مي، كاتشب، الهوت صوص هون الصوص الحار، شطة، صويا صوص، معلقتين أو معلقة كبيرة نشا، عندي هون بودرة المرق الدجاج حتى تعطيه دسامة أكثر، وعندي معلقتين عسل، مش متوفر العسل رح نستعمل السكر. أوكي. البيضة كمان. البيضة البيضة صار على الدجاج، رح نحطها مع الدجاج، رح نورجيكم. بيضة نية مش مسلوقة صح؟ بيضة نية. أوكي تمام. يعني مكونات كثيرة مثل ما تكلمنا فيها، قيمة غذائية عالية. جهزوا موبايلاتكم عشان تصوروا الشاشة، أو إذا أنتم بتتابعونا على الفيسبوك أكيد يعطيكم ألف عافية جميعا، تقدروا تعملوا سكرين شوت أو تصوير للشاشة. المكونات ترجع مرة ثانية نوليث نذكركم بها، وهي كالتالي. إذا مكونات هذه الوصفة: صدور دجاج مقطعة، فليفل ملونة أو بيبر، وجزر، بصل، ذرة، ثوم مهروس، ملعقة كبيرة زنجبيل، بيضة أكيد مش مسلوقة، ربع كوب طحين، ملعقة صغيرة من بودرة البصل، فلفل أسود، وبابريكا. بالنسبة للصوص بنستخدم نصف كوب صويا صوص، ملعقة خل الأرز مثل ما تكلمت الشيف، ربع كوب كاتشب، 2 ملعقة كبيرة من العسل، ربع كوب صلصة حارة أو شطة، ملعقة كبيرة نشا، بودرة مرق دجاج، وكوب ونصف ماء. وللتزيين هنحتاج يكون معنا السمسم. أتمنى تكونوا لحقتوا صورتوا الشاشة، أو حتى بموبايلاتكم صورتوا تلفزيوناتكم. إذا نبدأ معك أول حاجة. أول شيء رح نبدأ بالدجاج. رح نتبله، طبعا هاي التتبيلة بحسب تلبق مع أي شيء. بتلبق لا لسه شوي كمان شوي رح تعرف. بتلبق تنعمل، ممكن تتاكل لحالها تطلع كثير طيبة، بتنفع تنعمل اللي هي زي اللي نقول النجتس أو بتكون أصابع، بتكون مقلية، بنعملها سندويشات بتطلع كثير طيبة يعني إذا ما كملنا بقية الوصفة. نبدأ بالدجاج، رح نضيف عليه البهارات زي ما قلنا، البابريكا والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل البودر. رح نحط شوية ملح وفلفل أسود، يعني تقريبا نصف ملعقة صغيرة. يعني شوف أنا المقدار كامل تقريبا فيه كيلو دجاج أو كيلو صدور دجاج، معلقة صغيرة من كل نوع. أنا هون جزء من الدجاج لأن فيه جزء عملته قبل الهواء، فرحت هون تقريبا نقول نص المعلقة. رح أحط شوية خل، ورح نحط شوية صويا. أنا هاي ممكن مش محطوطة بالمقادير، بس تعطي الدجاج نفس نكهة الطبخ يعني. رح أحط له معلقة صويا. رح نحركهم مع بعض. اللي ما بيحبوش الصويا يمكن لما ينطبخ ما بيبينش كثير زي لما يكون في الوصفة نفسها، يمكن لا هيك مش رح يبين. يعني أنا هاي التتبيلة بعملها نفسها لما أعمل الفيتوشيني، حط معلقة صويا صوص، تعطيها ملوحة، بتعطيها لذعة هيك طيبة يعني، بتطلع ما يعني مع الكريمه وما ما بتاثر يعني ما بتبين. اوكي انا خايف من الزيت بصوره ما بتخيل. هلا بدنا نبدل الاماكن.
بين انا مشاكل انا وياك. راح انا ببعد شوي عادي، خليكي مكانك عشان تاخذي راحتك في ملعبك في مطبخك. اول شيء حركت البهارات عشان تلزق في الدجاج، بعدين بدي اضيف بقيه المكونات اللي هي عندي الطحين والبيضه عندي طلعت مش مسلوقه يعني. راح نحركهم. طبعا انا الزيت حطاه لازم يكون حامي. طيب في فكره معينه من النشا والبيض مع بعض ولا عادي هيك بس؟ هلا النشا لحتى الطحين هون، النشا في الصوص، الطحين لحتى يكون على قشره الدجاج يصير عندها قطعه هيك مقرمشه، يعني نقول طبقه مقرمشه. يعني نفس فكره الارشله بس بس يعني ما بقدر الارشله بهيك طبق لما يكون في صوص مش مفروض نستعمل الارشله، بتصير العجينه بتصير كانها خبز معجن يعني. فافضل شيء نستعمل يا طحين يا نشا. بحركه. طب اللي حاب انه يتقن الوصفه هذه اكثر ممكن انه يحط الدجاج ويقلبه مع كل هذه المكونات ويحطه من الليل مثلا عشان هلا هاي التتبيله عادي ممكن تقعد بالثلاجه قبل بيوم، ممكن قبل بساعه، ممكن نفس اللحظه، لانه باجمالا صدور الدجاج مش كثير محتاجه انها تتبل، قطع صغيره. فاذا بدنا نعملها قطع دجاج كبيره، صدور دجاج كبيره مثلا نستعمل قطع كبيره، ممكن نتبلها بالقليل قبل بساعتين او قبل مثلا بست ساعات. تمام. هلا راح ابدا الزيت طبعا حامي. بسم الله. راح نبدا باضافه بسم الله، راح نقطع الدجاج. طبعا زي ما قلنا الطحين بساعدها تتقرمش تاخذ لون، وبرضه بساعدني بتكثيف الصوص فيما بعد. هلا اللي بده يعمل بدنا نقول كيتو او بدنا نقول دايت يخفف، يحاول يخفف النشا، ممكن نستغني عنها او النشويات بشكل عام يعني. ممكن نكتفي بس بمعلقه النشا، مش للكيتو طبعا، معلقه النشا للي بده يخفف كربوهيدرات في اطباقه يعني اليوميه. الكيتو طبعا لا مش لازم نحط نشا ولا طحين. يا سلام. الجميل في هذه الوصفه اذا مثل ما قالت الشيف انه انتم ممكن تعتمدوها التتبيله نفسها، ان انتم تستخدموها مع اكثر من طبق، اللي يحبوا مع رز ابيض يمكن مع سلطه ممكن يعمل بنفس التتبيله. ممكن نعملها زي ما قلنا سندويشات، هذا بتطلع كثير طيبه نفس الطريقه. انا نفس الطريقه التتبيله بعملها بال زي ما قلت لك بس بدون الطحين، نفس البهارات نفس الصوصات مع الفيتوشيني، بتطلع كثير طيبه طعمتها طيبه. هلا بدنا نترك الدجاج يتحمر، بهي الاثناء راح ابدا بتقليب الخضار. طبعا انا عملت الطاوة شوي، راح نزيد في الطاوة شوية زيت نباتي. اليوم انا لو اطلع من هنا احلف ايمان الله ان انا كنت مداوم في القناة مش عارف حد يصدقني ولا لا. اطلع هلا لسه الريحة ما طلعت، هلا احط الريحة. انا بشوف البصل ومنتظر متى بتبدأي بالبصل اختي، بتبدأي الان؟ نبدأ. الله يديلك العافية. شوي لأنه كمية الخضار كبيرة شوي، حطيت ما يعادل تقريبا نقول 4 معالق زيت. بضيف البصل ابدأ فيه. بعدين راح تحتاج اقلب معك او حدا؟ اذا سمحتي. بلش رش بلش حمية. احس بطل يعني ما بتعملش، ما بتحصلش معي انه بيجي يرجع لفوقي من الحاجات اللي تنقلي الا بس عندك في مطبخك. بتراقبنا يعني بتكون سنية بتكون صفاء، في طار بينك وبين الزيت. عندي في البيت الدنيا سلامات. يعني ما في حاجه بطبخ والدنيا سلامات. هلا عندي هون زي ما قلنا زنجبيل فريش، بدي اهرس جنبه الثوم. بعده؟ لا ما في مشكله. يلا ما شاء الله. انت جاي من الجيم ومتنشط. جيم بروح على الجيم بروح. حمير بروح على الجيم الساعه 6:30 الصبح قلت لي. بيكون احسن يعني، بيكون عندكم لسه طاقه في الكبد مليانه، الهرمونات كلها مرتفعه، هرمون النمو بيكون مرتفع. واحد لما يصحى من الصبح يروح الجيم اكيد بيفرق معك في يومك كامل، غير انك ما بتحسش ان انت لازم ترتبط مع الجيم باقي اليوم، يعني مرات انت تكون عندك شغل في المساء او حاجه أكيد. ثم من الصبح تخلص. يعني انت هلا لو دوامك لنفترض على 10 مثلا كان ممكن اخرت شوي روحتك صح؟ لو بدوام على 7 مثلا على 10 فرضا نقول دوام كان ما رحتش على 6:30. ممكن هي فكره انك تصحى من 6:30 حتى عشان بعدين في الليل لما تيجي تنام بتنام بسرعه. يعني انا من الناس للاسف اللي ما نمش بسرعه، لكن لما اصحى من بدري اكيد غصبا عني بنام بدري. هلا بدنا نضيف بقيه الخضار عادي، انا ما بدي البصل يستوي كثير. بدنا نضيف الجزر
اليوم يا ليث ما لكش مصلحة ولا بأي شيء. اليوم راح نضيف البيبر الملون. خلاص بناكل احنا ومرام وهاني والعزمي ومحمد الحزمي ابو علاء وانت لا معلش يا ليث. هلا الخضار اللي ضلت عندي بس الذره بحب اخرها شوي لانها اجمالا مستويه بديش كثير تفتفت على النار. هلا راح اجهز الصوص زي ما قلنا. عندي هون تقريبا كوب ونص مي عادي بدنا نقول حراره الغرفه هي شوي دافيه. انا عندي هون راح اضيف عليها بقيه المكونات الصوص اللي هي زي ما قلنا كاتشب والهوت صوص او الشطه الحاره السائله الصويا صوص والكاتشب والهوت صوص والعسل ومرقه البودرة مرقة الدجاج والنشا. المفروض يتقلبوا شف؟ يعني هلا بدنا نقلبهم. ديري ملعقة أو شوكة. طبعا كمية الهوت صوص بتعتمد من شخص لشخص، ممكن أنا إذا ما حاب يكون حار ممكن أستغني عنه أعمل الطبق مش حار. في يعني أنواع. عنده مشاكل مع أي حاجة من المكونات يقدر يخفف منها يا استغني عنها ما في مشكله. يعني شوف الصويا صوص اجمالا بالاسيو صعب نستغني عنه ممكن نقلله بدنا نقول. هلا الصويا الهوت صوص او الشطه الحاره كثير من انواع بالسوق في درجات الحراره تبعها. يعني في اوقات انواع هوت صوص تكون درجه حرارتها جدا عاليه الحراره تبعها وفي انواع بتكون بسيطه يعني. اوكي. وعلى فكره مش كل الشطه بتطلع يعني نفس الطعم. بتستغرب انه في شطه بتقبلها وفي شطه لا. هلا بتكون متبله. يعني انا امبارح كنت ادور هلا انا في انواع زي الصومطره بيقولوا لها وال في انواع بتكون فيها متبله بثوم بصل. انا ما برغب هيك بحب الشطه اللي بدون نكهات بس صح. شطه نعم شطه. ضفنا العسل. هلا راح نضيف النشا وهيك بكون عندي انا معلقه كبيره نشا زي ما قلنا. نقلب الخضار اذا سمحت. النشا لحتى يذوب البصل لازم يكون مربعات كبيرة يعني بحاول صغيرة. أخليه نفس الحجم أول إشي شكلا ثاني أنا ما بدي ينضج عشان ما بدي أصغره. أنا هيك عندي الخضار على فكرة تقريبا جاهز؟ تقريبا جاهز. والدجاج كمان من جهه استوى يعني نضج. انا عندي هون من طبعاً. جهه لا يعني ممكن حتى تشوفوه هنا هيا. هذا هو اخذ لون. انا هي عندي هون الكميه اللي قليناها تحت الهواء. من هذه الجهه كمان بس شوي يتحمر بالثلج. هلا انا بهاي المرحله خلص انا هيك عندي الخضار كافي راح اضيف عليها الدجاج. طبعا قبل ما يتحمروا هذلك راح نضيفهم على بقيه الكميه وراح نضيف جزء من الذره. الذره نخلي جزء للارز. نحركهم مع بعض وهيك بكون جاهزين ان نضيف عليهم الصوص. راح نسكب السائل عليها هيك. انا عندي بعد ما يغلى بدنا نقول نخليه يغلى 10 دقائق مش كثير حتى بس يتسبك معي ولا. لا لا مش محتاجه نغطي بدي يتسبك الصوص لاني انا وراح يتبخر شوي معي وراح ياخذ كمان من شويه الطحين اللي على الدجاج. بعد 10 دقائق الماكسيمم بنطفي عليه بكون هيك عندي طبق. طيب تديني اطلع لك بهذول شو رايك؟ ممكن جاهزات؟ هلا رح نحطهم بالمغرفة اكيد. يلا هيك عندي معجون. انا اعطيك هات عندك المعلقة. اوكي طيب اذا مبدئيا الوصفة المفروض انها خلصت كذا جاهزة بقية الدجاج فقط اللي نضجناه بنرجع نحطها عليها بنتركها اذا 10 دقائق. 10 دقائق وبتكون هيك عندي جاهزة. رح نعمل معكم الأرز الآسيوي اللي عادة بتقدم مع الأطباق الآسيوية لما تجوني المرة الثانية. أوكي إن شاء الله. يعني أتمنى إنه بس حتى لو طولنا عليك شوية ما فيش مشكلة صح؟ لا. أوكي كويس. تمام. كويس طيب يعطيك ألف عافية شوف مرة ثانية. الله يعافيك. الله يقويك.
يعني ان شاء الله اتمنى اذا انتم جربتوها انه حتكون واحده من الوصفات المتميزه جدا بالنسبه لكم، على الاقل وصفه جديده دخلت البيت. الناس اللي ما بيحبوش البصل انه يكون شرائح كبيره مش عارف كيف بيعملوا، بس ممكن يزقروها اذا ممكن ياخروا يعني تمام. ممكن ما نطولش ونطفي على يعني سوري، اذا نضيف مثلا اول شيء الفلافله والجزر واساس نقلبهم فتره، بعدين البصل ما نطول على اخر شيء نخلي قطع صغيره ممكن. تماما، اذا يعطيكم الف عافيه. انا برجع لسوريا نخلص بقيه فقرات برنامج صباحكم اجمل اكيد، فالنص برجع مره ثانيه نشوف ثاني ونصلح معاه اكيد الرز الاسيوي. اتمنى تكونوا مبسوطين معنا الى الان ولا تروحش بعيد، خليكم معنا. مجددا حياكم الله مشاهدينا الاكارم. لما تيجي على القناه وتكون عادك مش مفطر اصلا وتشوف ثاني بتطبخ عندك غداء تختلط عليك المفاهيم، نتغدى ولا نفطر ولا نصطبح ولا ايش نفعل؟ شوف احنا يومنا بادي بكير، يعني انت لما تكون 6:30 بالجمعنات وصحي بجد تقريبا 5:30. وانا زيك بس أكل. انا زيك يعني هلا احنا افطرنا وصرنا بدنا نجوع، جوعنا يعني تقريبا هذا وجبه الغداء عنا. نتغدى على طول. نتغدى، هلا في ناس بتغدى على 12 على فكره. عندنا كثير في اليمن الساعه 12 كل غدا بكون الصبح الساعه 6 الصبح. رح نبدا هلا رح نعمل بالارز، نعمل الارز الاسيوي اللي بتقدم مع معظم الاطباق الاسيويه. عباره عن ارز، عندي هون تقريبا 2 رز، الحبه المتوسطه، ممكن اللي بحب يخلط حبه متوسطه مع حبه مع البسمتي، اللي بحب البسمتي ممكن يعمله. رح اعمله مع الذره اليوم انه تلويني بيعطي شكل حلو. توم طبعا فيه طعمه التوم زي الرز المقلي، دائما الرز المقلي الصيني. انت قلت توم انا ما قدرتش اتحمل ان انا ما اضحكش على ليه، انا اسف. رح نحط في ملح، رشه فلفل اسود، رح نحط خل لانه الرز الاسيوي برضه فيه حموضه، رح نحط فيه خل، وبالاضافه طبعا للزيت النباتي. تمام، اذا مكونات فقط بسيطه. ويمكن حتى هذا الرز كمان ممكن انتم تستخدموه لوحده، زي ما ممكن نستخدم الدجاج وصوص الدجاج لوحده وممكن تعملها تتبيله لوحده، ممكن هذا الرز كمان نعمله لوحده مع اطباق اخرى اذا حبيتوا. نرجع اذا من جديد اذكركم بمكونات هذه الوصفه، وصفه سهله جدا ما توقعش انها بتاخذ منكم وقت حتى في حفظها او حتى في تجهيزها ولا لا؟ لا سهله جدا. اوكي، اذا المكونات مره ثانيه ليث معلش، مكونات الرز لهذه الوصفه هي كالتالي. حاسس ان انا في مسابقه. 2 كوب ارز حبه متوسطه، 3 كوب ماء، 3 فصوص ثوم مهروس، 3 ملاعق خل الارز، نصف كوب ذره، ملعقه كبيره ملح، و3 ملاعق زيت نباتي. وصفه سهله وبسيطه خصوصا للناس اللي يحبوا الرز الابيض، بدينا لكم رز ابيض بنكهه المفروض ان شاء الله حتكون مختلفه. هلا في تنويه، انا بدي احكي الرز الاسيوي عاده بيتعمل بدون زيت. يكون ماسك ببعضه حتى، لانه الزيت اذا حطوا زيت عليه ما بيقدروا يمسكوه بالعيدان الاكل تبعهم. فبيعملوه بدون بدون زيت، يعني هاي نقطه تنحسب لهم انه بدون زيت، فبخلي بيقللوا شوي من السعرات. لحتى هيك ما بيقدروا، اذا حطوا فيه زيت ما بيدفع، لازم يكون ماسك ببعضه حتى يقدر يرفعوه بالعيدان الاكل. ابدا بالطنجره، حطينا فيها من زيت نباتي. طب انت ليه حطيتي الزيت؟ لانه احنا تخرج عن المالوف. لا شوف يعني احنا ما بناكله بالعيدان. اوكي، يعني انا عندي عيدان بس ما بناكله فيهم. تمام، على فكره العيدان اذا حابين الناس اللي حابين ياخذوا خبره كيف ممكن ياكلوا فيهم، ممكن تعملوهم ايزي تشوبس، تحطوا كرتونه في النص بين الثنتين وبتربطوها بربل مغطى من فوق ومغطى ربله مطاط، وعلى طول بترجع معكم نفس التشوبس الصيني او الكوري او الياباني، بس تقدروا ان انتم تمسكوها وتحركوها بيدكم. اضف هلا انا عندي بنتي بتحب تاكل بال، يعني امبارح عملت سباكيتي بالليل. طالت بالاعواد. ايزي تشوبس عملتهم ولا بالعادي؟ لا عادي العادية، حتى الاعواد الصينية، الاعواد الصينية صعبة. الاعواد الكورية اسهل بكثير التعامل معها، تكون اقل. راح هلا قلبت الثوم شوي، صار شوي ذهبي، راح اضيف الزيت، بديش كثير تحترق مع الثوم. فردنا الخل. لازم. اضفنا الارز طبعا مغسول، بحب انا هلا بتهيألي برضه التشاينيز او الاسيوي بحاولوا يحافظوا على النشا تبع الارز، فمش كثير بيغسلوه يعني بينقعوه خلص. احنا لا بنحاول نخفف، يعني شوف احنا لنا حسنات برضه اطباقنا، يعني نحاول نخفف من النشا، واحنا مش عارفين اصلا احنا بنخفف من حاجه ممكن بتسبب سمنه او غيره، ومنزيد شيء ثاني. بنحط شيء ثاني. في مره شفت كنت بتابع ابو جوليا طباخ فلسطيني، كنت مره بتابعه وهو جالس يطبخ وقاعد يغسل الرز يغسل الرز، قال بنفسي اوصل لمرحله ان انا اغسله ما يطلعش منه النشا، خلص يطلع ابيض. صعبه هي، يعني بتصير المي جداً. يعني بتصير المي شوي، بدنا نقول النشا اقل في المي، بتقلع كوره المي، بس صعب انه نتخلص من النشا كامل. هلا بدنا نحط الخل، تقريبا معلقتين كبار خل حطينا، راح نحط الذره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني شكل الذره حلو بيشجع انك تاكل مع
مناسبة الذرة امبارح لقيت بالسوق ذرة شكلها طبعا كثير مرتب وابن ناسك بتحسها اجنبية. لما سألت عنها بقول لي هاي ذرة امريكية. اوكي الذرة الامريكية بقول لي حلوة نفس المعلبة. هلا المعلبة دائما على الاغلب بتكون نوعها امريكي عشان هيك بتكون بقول لك ذرة حلوة. الذرة الحلوة دائما بتكون على الاغلب بيكون نوعها امريكي. انا عموما بحبها مع اي شيء بذرة، مع الزبادي، مع سلطة، مع اي شيء بذرة بتطلع تجنن. حطينا ملح، رشة فلفل اسود ما يضرش. وهيك انا عندي مكونات الارز جاهزه، عمار بدنا نقلبهم بال بدون ما اقول له حمير، يعني من كثر ما انت متمكن في المطبخ بدون ما اطلب منه. انا خايف يلزق اصلا. طب بخفف النار شوي، يعني شوي، احنا مش الكميه مش كثير الرز فراح تتغلف سريع بال راح نضيف عليها المي المغليه لكل كوب، كوب ونص مي. هيك انا عندي نخليها نرد نعلي النار. انا ما بحبش انه يبقى رز. شاطر. انا بصدق اوقات بحضر برنامج طبخ بكونوا تركين رز كثير على الاطراف، بتضايق انه ليش ما بحبش ابدا انه يبقى رز في الطنجره، لانه لما تلقوا بعدين تغرفوا تلاقوا في رز مش ناضج. صح بيطلع شكله مش هيك. انا خلصنا خلص الرز هلا عندي جاهز، يضل على النار بنخلي على نار عاليه زي ما بنحكي دائما لحتى تنشف عنه المي. تصير عندي فتحات في الأرز، منوطي ومنغطي لحتى ينضج معي. مش رح كمية الرز قليلة، بجوز أخذ معي بالماكسيمم ربع ساعة. عندي طبق الخضار، طبق الخضار مع الدجاج جاهز الحار. بس ينضج الأرز رح نجيكم كيف رح نقدم لكم إياه، رح كيف رح نسكبه ورح نزينه بالسمسم المحمص. تمام، أنا الله يعطيك ألف عافية. يعافي قلبك. شكرا لك. إذا نحن مستمرين معكم في صباحكم أجمل. وصفة ولا أسهل أتوقع بالذات الرز، حتى هذه الوصفة كمان سهلة، ما هي صعبة وتتبيلتها سهلة، يمكن بس المكونات هتحتاج أن أنتم تزوروا سوبر ماركت عشان تجيبوها. إحنا مستمرين معكم في صباحكم أجمل مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن في مطبخ صباحكم أجمل المحطة الأخيرة معك شيف تهاني. الرز جاهز والدجاج جاهز والشكل ما شاء الله، قبل حتى ما تقدميه وتزينيه عشان العين تاكل قبل التم. يعني هيك لو حطيناه هيك بالطنجرة أو بالطاوة شكله برضه شهي زي ما هو، مش محتاجين نزينه لأنه الألوان كافية لحتى إنه تجنن تجنن. أنا مش عارف مبين عندكم ولا لا، ما عندي الشاشة بس شكلها يجنن ما شاء الله. شوف احنا هلا شوي بدنا نرتب، مضطرين نرتب. يعني تفضلي راحتك، انت هترتبي لي طبق صح؟ راح نسكب هذا لك الصحن طبعا. الله يعطيك العافيه. راح نسكب صحن رز لحصه، طبعا في بقانون ال بدنا نقول الرجيم او التغذيه الحصه كبيره، هاي هي الحصه كبيره. يعني انا بالعاده لما اكل رز وانا عامل رجيم باكل 200 جرام، انا مش عارفه كان اكثر كوب. هاي اكثر من كوب بشوي، باكل 200 جرام بس. هاي اكثر شوي، هي بتلاقي فيها كوب ونص. راح نسكبها يعني نجمل الصحن عشان نفسك مش كثير مش عجباني نفسك اليوم. انا مفتوحه، انا بس على اخر اليوم للاكل والله مهدود. الحمد لله ان احنا قربنا نخلص البرنامج، مش معناه انه انا فرحان احنا قربنا نخلص البرنامج، احنا اكيد بس عشان بس ناكل يعني، ولا القعده معكم والبرنامج كله ما شاء الله يجنن. الله يعطيهم الف عافيه كل الزملاء في الاعداد اكيد، وسونيا كمان وصفاء يعطيكم الف عافيه. الشفتان ما شاء الله 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 ما شاء الله. بكثر لك خضار عشان الرجيم انا. اوكي يسعدك، كل بروتين كمان كويس. عموما كذا بتهيألي كافي. كافي هيك. راح نزينه. ما شاء الله تبارك الله. راح نرتب الصحن. انت هتزيني انا بخربه بعد شوي. لا راح نزينه بس بالسمسم، هلا فيها اعادة السمسم حاضر بالاطباق الاسيوية والبصل الاخضر. كان معنا اليوم تقرير عن السمسم، اتمنى تكوني شفتيه. شفته. مع الزميلة هند الله يعطيها العافية. هيك انا عندي طبق جاهز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألف صحة وعافية. بتحبي أذوقه ولا؟ أكيد. أقول لك واو يا سلام، نفس سوني من غير مذوق. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبق مميز وغني جدا وبرضه سهل، يعني حتى بدنا نقول الصويا صوص إجمالا مش الشيء المكلف. مش مبين حتى كثير. يعني خايف يكون مبين. في ناس ممكن يحبوه أكثر، في مرام بتحب الصويا صوص أكثر، هلا رح تقولي بحب الصويا صوص أكثر. طبق صحي جدا، وهي مثال رياضي عم بحب ياكل اكله بكل جراءه يعني ما خفت. الدهون غالبا صحيه اللي فيه، بس شويه زيت نباتي بس عموما تغلبوا. مش كثير والله الزيت صحيح، مش كثير. انا شفته يعني ثلاث معالق على الرز وسيهم في الدجاج. بس عموما مليان فيتامينز مليان معادن، في وجبه متكامله جدا غذائيه كويسه، والكربوهيدرات نظيفه. الرز هو عاده مظلوم، بيفكروه زي الخبز انه لا ما تاكلوش، لا الرز انظف
انا اسف يعني هو انظف من الخبز ككاربس بكثير. صحيح. بكثير انه الكربوهيدرات تكون شوي انظف وكويسه لجسمكم. يعطيك الف عافيه شيخ. يعافي قلبك. صحه وعافيه وبتمنى الجميع يجربوه. الف صحه وعافيه كمان. لازم اطلع فاصل يا مرام، ما ينفعش اخلص الطبق. اطلع فاصل. طب حاضر يلا، اذا نخلص فاصل بروح لتونيا وبرجع لك مره ثانيه. لو سمحتي خلي الطبق على جنب. يعطيكم العافيه، خليكم معنا.